بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا الأولى لشرح برنامج مايكروسوفت اكسل 2010. توجد أكثر من طريقة لتشغيل البرنامج. الطريقة الأولى في حالة البرنامج موجود محفوظ على سطح المكتب. الطريقة الثانية من ستارت نختار مايكروسوفت اكسل أو من أول بروجرام مايكروسوفت أوفيس، نضغط عليها ونختار مايكروسوفت اكسل 2010. فتحت لنا النافذة للبرنامج الاكسل، وهو برنامج الجداول الالكترونية الذي يتيح تخزين كم هائل من البيانات في جداول والقيام بالعمليات الحسابية والتحليلات الإحصائية وإنشاء الرسوم البيانية. تتكون نافذة البرنامج من شريط أدوات الوصول السريع، والذي يضم الأوامر التي تستخدم بكثرة أثناء العمل لإضافة وإزالة أي أمر من الأوامر. نضغط على السهم ونختار أوامر إضافية، وليكن تغطيه املائي، انطي اضافه، وازاله اي امر من هذه الاوامر اقدر انطي ازال. لاضافه التدقيق الاملائي الى شريط الوصول السريع اضغط موافق. مثل ما تلاحظون الامر التدقيق الاملائي ظهر عندنا في شريط ادوات الوصول السريع. ايضا عندنا شريط العنوان اللي يتضمن اسم الملف وهو المصنف، ومثل ما شفنا بالمحاضرات السابقة البرنامج من عرضنا برنامج الباوربوينت اخذ عنوان العرض التقديمي، اما برنامج الاكسل فيسمى بالمصنف او بوك 1. يتضمن ايضا اسم البرنامج والاغلاق خروج من البرنامج وزر التكبير والتصغير النافذة. تصغير النافذة نضغط عليها مرة ثانية، كبرت عندنا النافذة، وهنا نختار النزول إلى شريط المهام. شريط الثاني هو شريط التبويب، يتضمن ملف صفحة رئيسية، إدراج، تخطيط الصفحة، صياغ بيانات، مراجعة والعرض. كل أمر أو كل تبويب من هاي التبويبات يحتوي على مجموعة من الأوامر. الملف يحتوي على حفظ، حفظ باسم، فتح وإغلاق. الصفحة الرئيسية أيضا يتضمن مجموعة من الأوامر، قص، النسخ، نسخ التنسيق، وكل هاي المجموعة تحتوي على أوامر داخلية. شوف هنا لاحظ السهم الموجود بالأسفل، أيضا هنا عندنا ما يتعلق بالخط وتنسيقاته، تكبير، تصغير، عمل تعبئة، تغيير لون الخط، تغيير حل نوع الخط. أيضا يحتوي عليه مجموعة أوامر الداخلية خاصة بتنسيق الخلايا من رقم، محاذاة، خط، حدود وتعبئة وحماية. راح نتناول هذه المحاضرات قادمة إن شاء الله. وشريط الصيغة الرياضية الذي يظهر محتويات الخلية النشطة، إن كان صيغة رياضية أو أي معطيات أخرى. منطقة العمل اللي عبارة عن مجموعة من الخلايا، وأيضا شريط الحالة يبين لنا عرض عادي أو تخطيط للصفحة ومعاينة فواصل الصفحات وتكبير والتزرير. أيضا يحتوي على أشرطة التمرير العمودية والأفقية مثل ما تلاحظون. يتكون منطقة العمل من مجموعة من الخلايا. الخلية هي عبارة عن تقاطع العمود مع الصف. الصف هو مجموعة من الخلايا التي تترتب أفقيا ويشار إليها بالأرقام مثل ما تلاحظون 1 2 3. أما العمود هو مجموعة من الخلايا
التي تترتب عموديا ويشار إليها بالأحرف A B C إلى آخره. مدى الخلايا هو النطاق الذي يشير إلى المسافة بين نقطتين، كان يكون مدى أفقي، نختار مدى أفقي، أو قد يكون المدى عمودي، أختار أي عمود من الأعمدة، أو مدى أفقي والعمودي والذي يشمل على خلايا عمودية وأفقية ما إلى آخره. لاحظ هنا عندنا خطوط الشبكة، هاي خطوط وهمية ما تظهر عندنا أثناء تنفيذ العمل، تظهر عندنا الورقة أثناء الطباعة بيضاء فارغة ما تحتوي على أي خطوط للشبك، هي مجرد خطوط وهمية. لكيفية إدخال البيانات إلى الخلايا نضغط على الخلية A1، مثل ما تلاحظون هنا أنا ظهرت عندنا المربع اللي واقفين عليه نفعليه هو A1. الخلية مثل ما عرفنا تتكون من تقاطع العمود مع الصف، يعني عملية تقاطع العمود مع الصف ينتج عنا الخلية. فراح أثبت أول بيان يكون التسلسل، راح أشتغل جدول يتضمن قائمة درجات الطلاب، تسلسل اسم الطالب، أقدر أتنقل ما بين الخلايا من لوحة المفاتيح عن طريق الأسهم الموجودة أو بتنقل بالماوس. تطبيقات الحاسوب المادة الأولى، تطبيقات النظم مادة ثالثة تكون إنتاج، والمجموع الدرجات. نعم مثل ما تلاحظون ما متكون عندنا جدول، لعمل الجدول أضغط على أفعل الخلية الأولى وأقوم بعملية السحب والإفلاق، يكون جدولنا يتضمن 6 أو 7 صفوف، يعني الجدول يتكون من 6 أعمدة من الـ A للـ F وإلى 7 صفوف. أختار من صفحة رئيسية حدود كافة الحدود، يعني أي شيء تشتغله هو لازم تفعل الخلايا تظللها يلا تطبق عليها أو تجي عليها أي تنسيق من التنسيقات. فمثل ما تلاحظون عمود التسلسل، اسم الطالب، تطبيقات الحاسوب، تطبيقات النظم، إنتاج والمجموع. نلاحظ هنا البيانات داخل الخلية أكبر من حجم العمود، فحتى يكون النص داخل الخلية أكبر من حجم العمود. هنا أنا أوقف على نهاية العمود، نشوفون المؤشر مالتنا تغير إلى أسهم متعاكسة، أضغط إلى جهة اليسار يتكبر العمود. أيضا هنا عندي تطبيقات النظم، أزيد عرض العمود، أضغط على الخلية فعل الخلية وأسحب لإجراء تنسيقات، أنطيها غامق، توسيط النص. عندنا هنا محاذاة إلى جهة النص إلى جهة اليمين، وتوسيط ومحاذاة النص إلى جهة اليسار، أنطيه توسيط لتكبير حجم الخط
أما هاي أكبر وأزغر أو طريقة ثانية من هاي المثلث أو السهم الأسود وأبدي أكبر به والتصغير المثلث أو السهم إلى الأسفل. عمل تعبئة للصف الأول، أظلل ومن صفحة رئيسية تعبئة أضغط عليه أختار اللون اللي يناسبني. أيضا بالنسبة لي العمود أي أختار نفس اللون التعبئة. لتعبئة الجدول أنطي تسلسل رقم 1. طريقتين لعمل تسلسل تلقائي، أنطي رقم 1 للخلية الأولى والثانية أنطيها رقم 2 وأظل الخلية الأولى والثانية. هناك لاحظ تغير المقبض المؤشر مالتنا إلى زائد فأسحب إلى نهاية الجدول، فانطاني تسلسل 1 2 إلى 6. الطريقة الثانية لعمل أنطي رقم 1 تسلسل 1 وأسحب إلى جهة إلى نهاية الجدول وأضغط على تعبئة تلقائية وتعبئة السلسل، فأنت حر بالاختيار. أيضا اسم الطالب ليكن أحمد جاسم، درجة تطبيقات الحاسوب تطبيقات النظم الإنتاج، الاسم الثاني اسم الطالب يكون علي، تطبيقات 70 تطبيقات النظم درجتي لتكون 78 60 إنتاج طالب الثالث. راح نكتفي بثلاث طلاب درجتي نكتفي بثلاث أسماء لتظليل الجدول. أما من نفعل الخلية الأولى وبالسحب والإفلات إلى نهاية الجدول ونجرى عليه التغييرات أو أضغط على الخلية الأولى وانطيها كنترول أي لتظليل المستند بالكامل بلا ما أحدد الجدول. أضغط على تحديد كامل المصنف أو أضغط على كنترول أي. حتى أجرى عليه التنسيقات من الأسماء أنطي هنا توسيط للدرجات وللتسلسل. عندي هنا أصغر العمود، هنا مستويات الخلية أكبر من العمود أنطيها أكبر من العمود. عرفنا هسه طريقة تكبير وتصغير العمود. أيضا بالنسبة للصف أقدر أن أصغر وأكبر
ومن صفحة رئيسية تنسيق، اختار منها تنسيق ارتفاع الصف او عرض العمود. هذا هنا طريقتين لتغيير ارتفاع الصف وعرض العمود. لإضافة عمود إلى الجدول كان يكون محتاجين أن نضيف مادة جديدة قبل تطبيقات النظام. راح أضغط على العمود دي وأضغط كليك أيمن وأختار إدراج. مثل ما تلاحظون إجت هنا جانا عمود جديد مادة أسميها تسويق. أضغط على أي مكان فارغ إذا أردنا نضيف مادة بعد تطبيقات، تاجينا عمود أضيف بها مادة بعد تطبيقات النظام. أضغط على إنتاج وأختار إدراج. محاسبة اللي أسميها محاسبة مخزنية. أيضا لإضافة صف وليكن قبل علي هاشم أريد أدرج اسم طالب قبل علي هاشم، أضغط على الصف 3 وأنطي إدراج وأضيف اسم، أو بعد علي هاشم أضغط على الصف 5 وأنطي إدراج. إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم.